دعوة إلى اندماج أفضل. رؤية الكثير من الشرطة في الخارج له تأثير وقائي. وزير جديد للعدل مع ضابط مسؤول ذو خبرة. على السياسيين ألا يتخذوا قرارا دون الرجوع إلى الشرطة التي تتواجد في الميدان. قضى يوران كالمير ليلة السبت مع الشرطة في شوارع أوسلو. تذهب بهم الجولة أولاً إلى مايرستون، الجنات الشباب وشبكات الإجرامية من بين أعظم التحديات التي تواجه الشرطة. قاموا الليلة الماضية بتفتيش ركاب المترو بحثاً عن أسلحة حادة. لو كان مع المرء سكيناً في المدينة فهذا يزيد من احتمال حدوث جرم خطير. هذا ما حدث الليلة الماضية. فقد تعرضت امرأتان لهجوم في جرونر لوكا. تم طعن إحداهما بسكين وهي في المشفى. يبدو اعتداء غير عادي حيث هاجم امرأتين وقد أصيبت إحداهما. كان محامي الرجل قد استمع إلى رواية موكله. هو متهم بمحاولتي قتل. كان هناك العديد من حوادث العنف الليلة الماضية. قبل الساعة الواحدة وصلوا إلى فولسلوكا حيث كان فتية يتشاجرون. من المرجح أن ما بين 10 و15 شابا كانوا في عراك جماعي. هل هذا هو المعتاد في الليل في أوسلو؟ نعم، حدوث عراك جماعي ليس مستغربا. بعد أن درس الليلة في أوسلو يقول وزير العدل أن المزيد من الشرطة لا يمكن لوحده أن يسهم لنحصل على مدينة أكثر أمانا. يجب أن نركز أكثر على الاندماج لأن رؤية الشرطة ليس كافيا. لا يمكننا فعل شيء لحل المشكلة دون أن نمسك بزمام الاندماج.